أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية أبرز العناوين. الوفد الحكومي واصل تعليق مشاركته في المشاورات ويطالب بضمانات تلزم الميليشيا بالتهدئة. استمرار خروقات الميليشيا في نهم والبيضاء، ونشطاء ينفذون وقفة احتجاجية في تعز. توجيهات رئاسية بتشغيل مطاري عدن والريان، والمؤسسات الحكومية تستأنف عملها في المكلا. مشاهدينا الكرام، نستهل معكم فتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام بين الحكومة والميليشيا في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. يواصل الوفد الحكومي في المشاورات تعليق المشاركة في الجلسات العامة مع وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع لليوم الثاني على التوالي. وقال عضو الوفد الحكومي عبد الله العليمي إن المشاورات مع الميليشيا متوقفة لليوم الثاني ولن تتم ما دام الانقلابيون يستهترون بأرواح وممتلكات الشعب تحت مظلة المحادثات. وأكد العليمي أن المشاورات التي لا تبدأ بإيقاف القصف والحصار والإفراج عن جميع المختطفين لا تعد جادة مطلقا. وكان وفد الحكومة علق يوم أمس مشاوراته في الكويت على خلفية استمرار خروقات الميليشيا في أنحاء متفرقة من البلاد. وفي السياق ذاته قال رئيس الوفد الحكومي في المشاورات عبد الملك المخلافي إن تعليق المحادثات من أجل السلام وليس هروبا منه، مشيرا إلى أنهم مستمرون في البحث عن ضمانات لإعادة المشاورات إلى المسار الصحيح. وأوضح المخلافي في تصريحات صحفية أن مطالب الوفد الحكومي في المشاورات هي التزامات وليس شروط، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي أكد للوفد الحكومي أنه ملتزم بالقرارات الأممية وأن رؤية الحكومة لتنفيذ القرار الأممي هي الأقرب إلى تصورات الأمم المتحدة. وأكد أن ميليشيا الحوثي والمخلوع يراهنون على تغيير موقف المجتمع الدولي لمصلحتهم، مضيفا أن المجتمع الدولي متمسك بموقفه المتمثل في تنفيذ القرار 2216. نجحنا في ذلك، اعتقد ان المسار المواجهه. وعلى الصعيد ذاته قال المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ انه يتفهم مسببات قرارات الحكومه بتعليق مشاركتها في مباحثات السلام المنعقده في الكويت. واكد ولد الشيخ ان الطريق الوحيد للحل هو الحوار السلمي والالتزام الكامل بقرارات مجلس الامن وخارطه الطريق التي رسمتها المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني. عادت مشاورات الكويت إلى نقطة الصف ولم تكن قد تجاوزتها من قبل أصلا إلا في مخيلة المبعوث الأممي الذي ظهر متحدثا عن أن تعليق الحكومة لمشاركتها في المشاورات عرقل ما كان قد أنجزه حتى الآن. خطوة الحكومة جاءت عقب استمرار خروقات الميليشيا ورفضها الشروع في المحادثات بجدية بعد 10 أيام من انطلاقها في الكويت ووفق الأجندة المتفق عليها مسبقا، لتأتي خطوة استيلاء الميليشيا على معسكر العمالقة بعمران لتضيف مبررا آخر للحكومة لتعليق مشاركتها. لا يبدو أن موقف الحكومة هذا يرتبط بشكل مباشر بالسيطرة على المعسكر، والذي من المؤكد أنه كان واقعا تحت السيطرة الفعلية لميليشيا الحوثي من قبل، إلا أن توقيت الاستيلاء عليه كان يحمل دلالات لها صلة مباشرة بمباحثات الكويت والحديث عن تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمعسكرات. وجاءت هذه الخطوة من قبل الميليشيا لتثبت أنها ليست في وارد البحث عن السلام كما يفترض، وهو ما يؤكده حديث عبد السلام رئيس وفد الميليشيا في الكويت. يعني أن نسلم وننسحب ونذهب ننتظر السلطة الذي تقولون للتوافق، هذا أمر غير وارد لدينا على الإطلاق مهما كانت التحديات. الكويت بدأت تحركاتها للبحث عن مخرج يمنع انهيار المشاورات عقب قرار الحكومة، وتحدثت مصادر كويتية عن تدخل جديد لأمير الكويت لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، فيما كان عضو الفريق الحكومي عبد الله العليمي يؤكد رفض وفده العودة إلى طاولة المشاورات قبل البدء بإجراءات الثقة. وقال العليمي في صفحة على تويتر أنه لا مشاورات مع الطرف الآخر ولن تتم في ظل الاستهتار بأرواح وممتلكات الشعب، ولن يسمح لهذا الاستهتار بأن يستظل بمظلة المشاورات كما قال. ومعنا من الكويت الصحفي المرافق للوفد الحكومي في الكويت يحيى الثلاية. يحيى، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، هل هناك جهود لعودة المشاورات إلى طاولة المفاوضات بعد تعليق الحكومة لها؟
مرحبا اخي بشير، ليس هناك جديد، ما تزال المحادثات متوقفه والجلسات او المفاوضات المباشره وغير المباشره متوقفه منذ ما قبل البارحه، ليس هناك جديد. ربما هناك ضغوطات تستمر، لكن الوفد الحكومي ما زال عند بيانه الذي اصدره انه لا يمكن العوده الى المفاوضات في ظل عدم وجود ما يؤكد تراجع الحوثيين عن ما ارتكبوه خلال اليومين الماضيه. نعم، المبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ له مساعي في هذا الشان من أجل يعني تقارب وجهات النظر، عودة الناس، عودة الطرفين للمفاوضات، أم هناك قطيعة بين الجانبين؟ لا، ما يزال يقوم بجهوده. التقى برئيس وفد الوفد الشرعية الأستاذ عبد الملك المخلاقي نائب رئيس الوزراء الخارجية، والتقى ايضا بعض السفراء، التقى الوفد اليمني، الوفد الحكومي اليمني، واعتقد هناك تواصل مع الانقلابيين الحوثيين وصالح، لكن لا تزال الامور لم تراوح نقطه توقف المفاوضات. نعم، لا يوجد هناك اي اجراءات من قبل المجتمع الدولي او حتى من الكويت البلد المستضيف بعد الخروقات التي قامت بها الميليشيا وايضا الاستيلاء على معسكر العمالقه في عمران؟ بالنسبة للكويت، الكويت بلد مستضيف وليس لا أعتقد أنه مطلوب منه أن يضغط على أحد. بإمكان الحوثيين من يمثلوا الحوثيين هنا أن يضغطوا على مقاتلهم في الميدان لتراجع عن جرائمهم وجناياتهم بحق اليمنيين. بالنسبة للمجتمع الدولي قد يقدم ضغوطا، لكن ليست هناك نوايا جادة لدى الحوثيين في إحلال السلام والتراجع عن حماداتهم. هل تعتقد يحيى بأن هناك عودة للمفاوضات في القريب أم هناك يعني وقت قد يطول أكثر؟ قد تكون هناك عودة شكلية تطول أو قريبة أو تتأخر، لكن لا يبدو أن هناك نوايا جادة لدى الحوثيين، وبالتالي تصير المباحثات غير مبشرة بالخير في ظل ما يمارسوا في ظل نوايا الحوثيين غير السليمة. الصحفي المرافق للوفد الحكومي في مفاوضات الكويت يحيى الثلاية، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، استبعد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية بتعليق المشاورات في مشاورات السلام أو المشاركة في مشاورات السلام خروجا عن قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمرجعيات الوطنية. وأكد الجار الله في تصريحات صحفية تمسك جميع الأطراف اليمنية بمرجعيات القرار الأممي والقرارات الأخرى ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذه المرجعيات أساس صحيح لمشاورات السلام وتؤسس لحل توافقي للصراع في اليمن. وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية لوقف الأعمال القتالية وحصار المدن وتفجير المنازل من قبل الميليشيا. وقال المخلافي في اجتماع مع المبعوث الأممي إن الوفد الحكومي سيعلق مشاورته حتى يصل على هذه الضمانات أو يحصل على هذه الضمانات وعودة الأوضاع في لواء العمالقة بمحافظة عمران إلى ما كان عليه وإيقاف كافة الخروقات وإنهاء الحصار على المدن. بدوره أكد ولد الشيخ تفهمه موقف الوفد الحكومي وتحليه بالإيجابية والمسؤولية، مشيرا إلى أنه سيبذل الجهود لمعالجة الأوضاع وتوفير ضمانات الالتزام بوقف إطلاق النار لتهيئة الأجواء لمسار السلام. هذا وشهدت السنوات العشر الماضية انعقاد عدد من الحوارات والاتفاقيات، لكنها لم تنجح في الخروج بالبلد إلى بر الأمان. تفاصيل في سياق تقرير الزميلة وئام الأكحلي. عشر سنوات من الحوارات والاتفاقات في التاريخ اليمني. مشاورات السلام اليمنية انطلقت في 21 من إبريل في الكويت برعاية أممية، لم تصل حتى الآن إلى أي اتفاق. سبقتها جولتا مشاورات في جنيف وبيال، فشلتا في التوصل إلى حل أيضا. في 21 من سبتمبر عام 2014 وقعت الحكومة اليمنية مع الحوثيين اتفاقية السلم والشراكة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، لكن الحوثيين انقلبوا على هذه الوثيقة التي صاغوها بأنفسهم بمساعدة المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر. وبعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة، حاول الحوثيون وصالح إجبار الرئيس هادي على توقيع مرسوم يخول الحوثيين امتلاك الجهات المالية والرقابية في أجهزة الدولة، إلى جانب احتكار منصب نواب الوزراء لصالح جماعتهم، وهو ما رفضه الرئيس هادي وقدم استقالته على إثر ذلك. قبل ذلك كانت مجريات الحوار الوطني
التي شاركت فيه كل الأحزاب الفاعلة في الساحات اليمنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لتنبثق عنه وثيقة الحوار الوطني مثلت شكل الدولة الاتحادية الجديدة، إلا أن ميليشيا الحوثي انقلبت عليها وسيطرت بقوة السلاح على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى. في عام 2011 كانت المبادرة الخليجية وجاءت عقب الثورة الشبابية الشعبية السلمية المطالبة بإسقاط نظام صالح. بعد ضغوطات دولية وإقليمية انتقلت السلطة بناء على المبادرة الخليجية في نوفمبر من العام 2012 إلى النائب عبد الرب منصور هادي. قبله بعامين تحديدا في فبراير عام 2009 وقع ممثلو الأحزاب بالبرلمان على اتفاقية نصت على التمديد لمجلس النواب المنتهية فترته في 27 من إبريل 2009 لمدة سنتين إضافيتين، وتأجيل الانتخابات النيابية إلى 27 من إبريل 2011، إضافة إلى تعديل المادة 65 من الدستور اليمني المتعلقة بمدة مجلس النواب بما يسمح بتمديد فترته لمدة عامين. كما أكد الاتفاق على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون. في يونيو عام 2006 وقع 21 حزبا يمنيا في مقدمتهم حزب المؤتمر وتكتل اللقاء المشترك المعارض على اتفاق المبادئ، تضمن 12 بندا لمعالجة الاختلال الحصري في اللجنة العليا للانتخابات، وخصصت 8 بنود من الاتفاق لمعالجة قضايا السجل الانتخابي المشوه. أما أول هذه الاتفاقات فكانت بين المخلوع وأحزاب المعارضة، ذلك في الانتخابات الرئاسية عام 2006 حيث أجريت الانتخابات الرئاسية وأعلنت لجنة الانتخابات فوز صالح ضد مرشح المعارضة فيصل بن شملان، وتحدثت تقارير دولية حينها عن انتهاكات رافقت العملية الانتخابية. الأحزاب المشاركة في البرلمان وقعت في 16 من يونيو من العام ذاته اتفاقية سميت بوثيقة قضايا وضمانات الحوار. على الصعيد الميداني استشهد مدني وأصيب 7 آخرون جراء القصف العشوائي المستمر الذي شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع على عدد من الأحياء السكنية في مدينة تعز. إلى ذلك قتل أحد أفراد المقاومة وأصيب 4 آخرون أثناء تصدي قوات الجيش الوطني والمقاومة لهجمات عدة للميليشيا في الجهة الشرقية من مدينة تعز. كما تعرضت عدد من مواقع الجيش والمقاومة للقصف بمختلف الأسلحة من قبل الميليشيا في أنحاء متفرقة من تعز. إلى ذلك نفذ سكان وعشرات النشطاء في تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار وفك الحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي والمخلوع على المدينة. ورفع المشاركون لافتات تطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 22/16 ورفضهم لاستغلال الميليشيا للمشاورات في الكويت بقصف المدينة وتشديد الحصار على السكان. هذا ويحاول أبناء المدينة الاستمرار في الحياة رغم القصف المتواصل والحصار وتدهور الأوضاع المعيشية. تتحسس المدينة طريقها للحياة وسط كل ما يجري بداخلها ومحيطها أيضا، لكنها في أغلب الأحياء والمناطق التي تدور في محيطها مواجهات تبدو هكذا خالية ومهملة، إلا من المسلحين في فصائل المقاومة والجيش الوطني، وهو الشيء السائد الذي باتت المدينة تتمتع به أكثر من أي وقت مضى. هذه لعبة الحرب ودورها في التباعد بين الناس وحياتهم في تعز الذي أصبح لها 1000 وجه وتتوزع مآسيها الصغار قبل الكبار، فأحياناً يحتاج سكانها لأكثر من طريقة لتجاوز لحظة صعبة، لكنها وإن نجحت تخفق في المنتصف مع استمرار حصار الميليشيا واستمرار هجماتها. الميليشيات لا زالت تمارس عملية السلب والنهب بالمنافذ اللي هي جوار السمن والصابون. أما بالنسبة للخروقات فهي مستمرة منذ بداية الهدنة ليلا ونهارا. لا أفق للحل السياسي أو العسكري في ظل شلل مشاورات الكويت وتقاعس الدعم الرسمي للجيش والمقاومة لتخليص المحافظة من الحرب الدائرة التي كلما تنفست المدينة خنقتها المعابر وصار كل ما فيها عرضة للسوق السوداء الجالبة للبؤس والاستغراب حتى على ما دون البشر. أتوقع أنه هذه الميليشيات عندما قبلت بأن تجلس على طاولة المشاورات في الكويت هي فقط لأخذ مزيد من نفسها أو مزيد من الوقت
لترتيب صفوفها أو لأنها كانت تتوقع أنها ترمق الأخير تحت ضربات المقاومة والجيش الوطني مدعوم. على الرغم من تطويق المدينة وقصفها، إلا أنه ما يزال للابتسامة حضور ولو في عز الألم في هذه الوقفة الاحتجاجية وسط شارع جمال المناهضة لما تتعرض له المدينة من حالة حرب. يحاول هؤلاء توصيل صوتهم المخنوق للعالم في لحظة مشاورات الكويت التي أيضا يحاول أن يظهر فيها ممثل الميليشيا كملتزمين بوقف إطلاق النار، بينما يقتلون في تعز لكأنهم في هذه اللحظة الفارقة يريدون توصيل شيء واحد للعالم: اصمتوا لنقتلكم. ومعنا من تعز رئيس العمليات في الجيش الوطني في محور تعز العقيد عبد العزيز المجيدي. سيادة العقيد أهلا بك معنا في هذه النشرة. مع مواصلة الميليشيا للخروقات وقصفها للأحياء السكنية، كيف تتعاملون أنتم في المجلس العسكري والمقاومة الشعبية مع هذه الخروقات وأيضا مع القصف المستمر للأحياء السكنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي الكريم، نترحم على الشهداء وندعو الشفاء للجرحى الذين يسقطون شهداء يوميا والجرحى كذلك يوميا. يجب أن نطرح يا أخي العزيز ونسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية. ما يحصل في محافظة تعز ليس من باب الخروقات أو تجاوز لإطلاق النار. هذه الحالة هي تكون حالة نادرة. ما يحصل في تعز هي معارك مستمرة، وما نسجله من بعض خروقات ترسل إليكم وإلى بعض القنوات ومن العيارات اللي تدخل في نطاق المدفعية من 23 حتى الكاكوشة والهودر ودال 30 وكل العيارات، حتى ان هناك استخدمت الميليشيات الانقلابيه الحوض عفاشيه بعد فشلها بالهجوم على منطقه العقروب استخدمت قذائف تحوي غازات سامه والذي رصدت في المستشفى الميداني المتواجد هناك. ما يحصل يا اخي الكريم في تعز هي اعمال قتاليه مستمره هجوميه، وهناك تعزيز يوميا تصل الى محافظه تعز وحشود من جهه الشرق والغرب خط الحديده وخط صنعاء، وهناك حجه كبيره. الميليشيات الانقلابيه تجهز عدوان على محافظه تعز وهي مستمره يوميا بالتمهيد الناري والقصف المستمر ليلا ونهارا. ما يحصل ليس تجاوز خروقات وانما معارك مستمره. نعم سياده العقيد، اذا عمل اللجنه الخاصه بالتهدئه لا وجود لها على الارض حقيقه؟ لا وجود لها، وان وجدت هي تسمع وتتصل بين حصلات في سقط قلائق، لا يوجد دور هناك. الخناق استمر اكثر والحصار على مداخل المدينه ويمنعون دخول المواطنين وحريه التنقل تماما بكل معنى الكلمه. يا اخي العزيز نعم. هذه ميليشيات ثابت على الكذب والتدليس، كل فتره او كل هدنه هم يستغلوها للتنقل نعم. ولتعزيزات وحشودات فقط. وقفوا الطيارات من شان حشود نقدم. ما يحصل جرائم ممنهجة في محافظة تعز. هذه حرب أعدت لها من سنين من خلال الحقد المتوالي على هذه المدينة والقصف ليلة ونهار على المدنيين وفي كل الجبهات. المعارك جارية في كل الجبهات من أقصى الجنوب إلى أقصى الغرب باتجاه الخوخة يعني جبهة الوازعية وجبهة الذباب وكذلك في كل الجبهات. أين الإذن؟ نعم سيادة العقيد، إذن كيف تفسر هذه الهجمة التي تقوم بها الميليشيا على تعز دون غيرها من بقية الجبهات؟ هم يعني في تعز كانوا يفتكروا بأنهم بيحققوا أهدافهم حسب هواياهم بأنه بطاق بشرطة نسائية أو كتيبة من الميليشيات الانقلابية، لكن في تعز ما حصل هو صمود أسطوري. كسرت شوكتهم وكسرت هيبتهم، سلموا الألوية والمعسكرات لهذه الميليشيات كي يكسروا هيبة الناس، لكن تعز لها تجربة في النضال والثورات والقتال. هم يفهموا من هم يسرقوا التاريخ المناضلين وتاريخ الثورات. تعز هي السباقة في كل الثورات في كل نضال. تعز تعطي ولا تأخذ. اليوم يحاسبون في تعز لأن في تعز مطلوب أهل تعز يطلبون دورة مدنية، دورة مساواة، دورة حساس. هم لا يريدون هذا. أبناء الهضبة لا يريدون إلا دولة عشوائية ودولة قبيلة، ينهبون ممتلكات الشعب. كم تعز تورد بالسنة 56 مليار ريال وتصرف لها 6 مليارات، تورد هذا المبلغ وكم يصرف لتعز ميزانية؟ نعم هؤلاء هم يريدون ان تكون محافظه تعز واقليم الجند. هؤلاء يريدون ان تكون البقره الحلوبه لهم دائما. هؤلاء الاميين المتسيدين سرقوا تاريخ ثوره سبتمبر واكتوبر وكل الحركات الوطنيه.
أشكرك جزيل الشكر العقيد عبد العزيز المجيدي رئيس العمليات في الجيش الوطني في تعز، شكرا لك. في محافظة البيضاء أصيب طفل جراء سقوط قذائف أطلقتها الميليشيا على قرى سكنية في المحافظة، وقالت مصادر محلية أن الميليشيا قصفت عددا من القرى السكنية في آل حميقان بمديرية الزاهر ما تسبب بإصابة طفل، فيما تعرضت عدد من المنازل لأضرار بالغة. في صنعاء شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع هجوما على مواقع للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية نهم شرق العاصمة، وقالت مصادر محلية أن الميليشيا شنت هجوما عقب قصف مكثف على مواقع الجيش والمقاومة في منطقة بران بنهم أسفرت عن مقتل القيادي في المقاومة الشعبية مبخوت صالح، فيما أصيب آخرون، وتمكن الجيش الوطني والمقاومة من صد الهجوم فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. قال محافظ أبين الدكتور الخضر السعيدي إن العملية العسكرية لتحرير المحافظة من الجماعات الإرهابية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بصورة أكبر وأوسع، وأكد السعيدي أن معركة تحرير أبين باتت وشيكة وأن المقاومة الشعبية ستكون في المقدمة إلى جانب الجيش المسنود بالتحالف. ودعا المحافظ السعيدي أبناء المحافظة إلى التكاتف ومؤازرة الحملة العسكرية والأمنية حتى تحقق كل أهدافها، مشيدا بأبناء مدينة زنجبار عاصمة المحافظة ودورهم الرافض لوجوه تنظيم القاعدة في المدينة والخروج في مسيرات ومظاهرات رافضة للتنظيم. في محافظة أبين أيضا تعرضت عدد من منازل المواطنين للدمار جراء المواجهات الدائرة خلال الأسابيع الماضية بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة، وتحصنت عناصر التنظيم في المنازل ما تسبب بتشريد السكان من المنطقة. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا لطفي إبراهيم. منطقة الكود الواقعة على خط النار دفعت ولا زالت تدفع ضريبة ما يحدث في محافظة أبين، هكذا قال أبناء هذه المنطقة التي تعرضت للكثير من الدمار جراء المواجهات العنيفة التي دارت فيها بين قوات الجيش الوطني ومسلحي تنظيم القاعدة. منازلها استخدمت كمتارس حربية للمسلحين أثناء القتال دون مراعاة الأسر الساكنة فيها والذين أجبروا على الصمت جراء ما يحدث. خرجنا من الخوف، خرجنا مشردين، خرجنا منكدين، خرجنا حالتنا حالة احنا واطفالنا واولادنا واولاد اولادنا، واحنا خوف فينا خوف خوف، ما نجلس في بيوتنا ولا ننام ولا يعني حتى نقر حتى خمس دقائق، يعني مشردين الله يشوفنا اننا نجري قدام الله وخلقه. مواطن من ابناء الكود دمر منزله بالكامل ودمرت معه بقالته الواقعة بمحاذاة الطريق والتي كانت تعتبر مصدر عيشه الوحيد له ولأسرته. هذا البيت كان عامر وداخل أسرة مكونة من 8 أفراد وطفل، وكذلك الأسرة كانت موجودة، وفي ذلك الحين إلى أن هجمت القاعدة على الكود، وبينما في خبر أن الجيش بيتقدم لهنا جت القاعدة وحاولت أن تحتمي بهذا المنازل اللي هنا منازل مواطنين، هذا الفقراء الضباها أبناء الكود. المواطنون هنا يعيشون حالة من الرعب المستمر وهم يرون المسلحين يتحصنون في المنازل في هذه المنطقة الشعبية. الدمار شاهد على المأساة الكبيرة التي شهدتها هذه المنطقة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين. قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن مطاري عدن والريان الدوليين سيعودان للعمل خلال الأيام المقبلة، وأوضح هادي أنه سيتم إعادة تشغيل مطاري عدن والريان الدوليين خلال الأيام المقبلة لاستئناف الرحلات الجوية. ويشهد مطار عدن إعادة تأهيل عقب تدميره من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، فيما توقف مطار الريان بسبب سيطرة القاعدة على مدينة المكلا. وفي السياق ذاته قال وزير النقل مراد الحالمي إن مطار عدن الدولي سيتم افتتاحه أمام الرحلات الجوية الدولية خلال أقل من أسبوع. وكشف الحالمي عن تنسيق يمني إماراتي بوضع خطة مشتركة لتأمين المطار، مشيرا إلى أن توقف المطار خلال الأشهر الماضية كان خارج الإرادة وتسبب بتفاقم معاناة الآلاف من المسافرين. وأشار إلى أن العمليات الإرهابية التي وقعت خلال الأشهر الماضية كانت تهدف إلى تعطيل افتتاح المطار أمام الملاحة الجوية.
باقونا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. اتحاد نقابات العمال يؤكد فقدان أكثر من 3 ملايين عامل لوظائفهم منذ بدء الحرب. الوفد الحكومي واصل تعليق مشاركته في المشاورات ويطالب بضمانات تلزم الميليشيا بالتهدئة. استمرار خروقات الميليشيا في نهم والبيضاء ونشطاء ينفذون وقفة احتجاجية في تعز. توجيهات رئاسية بتشغيل مطاري عدن والريان والمؤسسات الحكومية تستأنف عملها في المكلا. من جديد أهلا بكم. قال مراسل قناة بلقيس إن المؤسسات الحكومية استأنفت اليوم أعمالها في عاصمة المحافظة المكلا، وأوضح مراسلنا أن جميع المؤسسات الحكومية والمنشآت التعليمية وغيرها من المرافق الخدمية بدأت اليوم بمزاولة مهامها، ويأتي استئناف عمل المؤسسات الحكومية في مدينة المكلا بعد توقفها لأكثر من عام نتيجة سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على المدينة. ومعنا من حضرموت القائم بأعمال مدير عام مدينة المكلا الأستاذ خالد عمر بالفاس. سيد خالد أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، كيف جرت الأمور اليوم في المكلا بعد عودة المؤسسات الحكومية لمزاولة مهامها؟ طبعا شكرا أولا لقناة بلقيس على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام الملحوظ بما جرى في مدينة المكلا وكافة مديريات مدينة المكلا. طبعا قبل ما نتطرق إلى ما صارت عليه الامور اليوم في المقاعد في مدينه المكلا، كان امس في اجتماع بسعاده المحافظ مع جميع مدراء العموم بمدينه المكلا. نعم. مدراء العموم بمحافظه حضرموت ساحلها، وكان الاجتماع بناء وهدف منه في كيفيه تطبيع الحياه ومباشره المهام من قبل كافه الدوائر الحكوميه الموجوده في المديريات. مدينه المكلا طبعا باعتبار عاصمه مدينه المكلا، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اغلب الدوائر الخدميه المرتبطه بحياه الناس المرتبطه بمصالح الناس يعني كانت على الدوام وكانت في 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 الشغل في 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 اداء مهامها بشكل مباشر. نعم. النقاط الاهم، نعم النقاط الاهم، النقاط الاهم استاذ خالد التي وقفتم عليها اليوم في الاجتماع مع المحافظ ما هي؟ لا، كان الاجتماع كان يوم امس مع المحافظ، اليوم كنا نحن في الميدان في ترتيب الامور ودوام العمل. نعم. فكان اهم القضايا يوم امس مع المحافظ اللي هو عباره عن شقين، الشق الجانب الامني ووضع الاحتياطيات اللازمه للحفاظ على المرافق الحكوميه وعلى مؤسسات الدوله، والشق الاخر هو يعني تفعيل الادارات وبدات تقديم خدماتها للمواطنين بشكل اعتيادي وبشكل نعم. يعني انسيابي بدون اي قراج. ابرز المعوقات الحمد لله رب العالمين ابرز نعم استاذ خالد، ابرز المعوقات التي واجهتكم في اليوم الاول لعوده المؤسسات الحكوميه لعملها ما هي؟ طبعا ابرز المعوقات في مدينه مكلا هي حقيقه المباني مدينه مكلا تعرضت الى تدمير في بنيتها التحتيه بالنسبه للمبنى الحكومي. نعم. منذ ابريل 2015 تعرض اكثر من 34 مبنى للتدمير والحرق، منها اذاعه المكلا، البنك المركزي، الدوائر الماليه، كثير دوائر حكوميه يعني خرجت عن السيطره بشكل كبير وخرجت عن التغطيه. نعم. فاهم عوض هو نحن كيف نوجد المبنى الان حتى تستطيع هذه الدوائر ان تستانف خدماتها وان تستانف عملها باذن الله تعالى، ولكن هذه الامور المحافظه اعطت توجيه واضحه باستئجار مباني مباشرة للمدراء. نعم. واستئناف عملهم بشكل كبير. نعم استاذ خالد، هناك تخوفات حقيقة من الكثير، يتحدث بأن هناك خلايا نائمة قد تحدث زعزعة أمنية في مدينة المكلا وبقية المديريات المحررة، ما هي الخطة التي عملتموها لتلافي حدوث مثل هذه يعني التخوفات؟ طبعا هذا أمر متوقع وأمر يعني يجب أن يكون في الحسبان دون شك، ولكن اللجنة الأمنية بقيادة الأخ المحافظ ومدراء العموم بالمديريات يعني طارحين كل الثقل وكل العبء في هذا الجانب على الاخوه في التحالف العربي، وكذلك الجيش النخبه الحضرميه الذي بدا يبسط نفوذه ويبسط تواجده بشكل كبير جدا وملحوظ على اغلب شوارع ودوائر المدنيه، الى جانب التمشيط اليومي لرفع المفخخات ورفع الامور. نعم. الذي تم تفقيقها في بعض الدوائر منها مجمع القضائي،
منها الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه، منها كثير من الدوائر رفع منها اليوم يعني المتفجرات التي كانت موجوده فيها. القائم الحمد لله الجانب الان طبعا هو الحس العالي عندنا الان هذا الجانب في هذه المرحله. القائم باعمال مدير عام مدينه المكلا الاستاذ خالد بالفاش، شكرا جزيلا لك. كشف الاتحاد العام لنقابات العمال عن فقدان أكثر من 3 ملايين عامل لوظائفهم منذ بدء الحرب، وقال رئيس الاتحاد علي الخدري في تصريحات صحفية إن أكثر من 3 ملايين عامل من جميع القطاعات فقدوا أعمالهم، مشيرا إلى أن القطاع العام كان يستوعب أعدادا كبيرة من العمال. وأضاف الخدري أن هناك شركات أجنبية أخذت امتيازات كبيرة بدون مقابل يذكر في فترة السلم وتركت عامليها ولم تأبه بمصيرهم. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 70% من الشركات سرحت موظفيها، فيما أغلق ما يزيد عن 67 مصنعا بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام. نفذت رابطة أمهات المختطفين في سجون الميليشيا وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، وطالبت الوقفة بسرعة الإفراج عن ذويهم، حيث سلموا الأمم المتحدة رسالة مناشدة للتدخل في إطلاق سراح المختطفين. قبل 5 أشهر اعتقدت لميس أن جدها سيخرج من سجنه. هو أخرج بعدين، لكن كلمة بعدين التي قالت الطفلة أنه سيخرج فيها لم تأتي بعد، وكان على الصغار أن ينتظروا أكثر ويحاولوا نسيان أن جدهم الذي كان يملأ المنزل والحياة لم يعد. رغم كل الوعود ومع كل ما سمعوه عن قرب لحظة الإفراج، تقضي أسرة السياسي محمد قحطان وقتها في انتظار ما سماه الابن الأكبر له عودة الضوء. يعني جعلنا محتارين هل هو ما زال على قيد الحياة أم؟ لكن الضوء الذي غادر حياة آلاف الأسر لم يحل بعد. وتقف كل يوم مئات الأمهات في انتظار أن يسمعن صوت المسجونين الذين تحلق طفولتهم أمامهن، وإن كانوا قد تجاوزوا أعمارهم الحقيقية بكثير. فكل من تم الإفراج عنهم من قبل الميليشيا خرجوا وقد محت الكثير من السنوات أعمارهم رغم قصر المدة الزمنية، إلا أنها كانت أطول من احتمالهم، فقد اختلطت بالتعذيب والحرمان من رؤية الأقارب، وهو ما ضعف مأساة. قال وفد الحكومة أخيرا إنه لن يتفاوض إلا بوضع حد لها، بينما وضعها وفد الميليشيا قيدا جديدا لا يريد له أن ينفك من بنود التفاوض ومن توسلات الصغار. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الوفد الحكومي يواصل تعليق مشاركته في المشاورات ويطالب بضمانات تلزم الميليشيا بالتهدئة. استمرار خروقات الميليشيا في نهم والبيضاء، ونشطاء ينفذون وقفة احتجاجية في تعز. توجيهات رئاسية بتشغيل مطاري عدن والريان، والمؤسسات الحكومية تستأنف عملها في المكلا. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.